الاحمر الاحمر وخر يا رجال في وراك صندوق الاحمر يا عيال وخر يا علي وخر يا شباب وخر يا عالفتها يا عيال صندوق الاحمر يا عيال حلو دقيقه 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 خلوا اروق هذه لك لك ها لك هذه مكتوب مش مكتوب ايه هذا مش عندي لا 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 صوت صوت خليني اقرا اقرا باقي باقي هذا اصبر لا خليني اقرا خليني اقرا كحياه المناجل تماما النظاره النظاره هنا هذه العدسات الواقعيه التي تمنع التي تمنع عنك الكثير لمن اقرا عنك لمن النظاره دون هذه العدسات الواقعيه التي تمنع عنك الكثير لن تستطيع أن تصبر وتستمر في طريق وعر مليء بالأمور السيئة التي لا تحتمل عينيك رؤيتها. الحياة الإعلامية كحياة المناجم تماما. كل شيء هناك مكتوب. كم تترك فينا الأيام وما نرى منها علامات علينا وعلى ملامحنا، لذا حينما نجاهد ونقاوم في هذا المجال فنحن بحاجة لمن يحمي أيدينا من آثار هذه المعارك. الخوذة أنت فعلا بحاجة ماسة إلى من يحمي رأسك من خيبات التجارب الفاشلة وقسوات المحاولات البائسة والظروف المفاجئة. نقول الحياة الإعلامية كحياة المنجم تماما. المصباح أنت بحاجة دائما إلى من ينير لك الطريق بالقدر الكافي كي تتأكد من أنك تمشي نحو الصواب. اللي بعده يلا المعول والله انا يقول تحتاج الى قوه تجعلك تحفر للبحث عن الفرص التي تكسبك التجربه والخبره والخبره. يلا يمكن نحذر مش نحذر والله ما ادري اسمه جيه توجيه ولا سالفه ولا خلاص هي بس تحذر وخلاص. طيب ايش اللي تحت يا لا 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 هلا الحين بيجي تنبيه باقي سؤال واحد التنبيه يا عيال التنبيه ما في شيء هذا لا لعب فينا ذا يا فهمت والله ما اقدر اطلع